انا احمد الالفي بي ار ممبر هنا في علشانك يا بلدي. احنا النهارده ان شاء الله بننظم لمؤتمر بيتكلم او هدفه عن تنميه التعليم وبيناقش دور التعليم في التنميه. والنهارده ان شاء الله احنا في بابليك فيجرز كتير جايين يتكلموا، منهم الدكتور امير منير وصفحه الدحيح اللي هو احمد الغندور، هيجي يتكلم عن يعني ازاي هو بيشرح النظريات الصعبه بشكل مبسط وبسيط. تاني حاجه الفاوندر بتاعنا دكتور رغده الابراشي، وبعدين اخر حد معانا هو استاذ شريف عيسى خريج كليه الهندسه، واللي هيتكلم عن سينس كرافت وازاي هو اسسها وازاي ان هو بيعلم الاطفال او يخلي عندهم سكيلز في سن صغير. بس واحنا هدفنا السنه دي او هدفنا من المؤتمر ده ان احنا نسلط الضوء عن التنميه، او احنا ان شاء الله هيبقى في سلسله مؤتمرات كل سنه. بدينا السنه دي ان شاء الله اول حاجه هتبقى التعليم، وبعدين كل سنه نتكلم عن موضوع مختلف في التنميه ان شاء الله.